ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟ إذا كنا متسكرات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل فتنة ولأجل توتر بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسكرات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحجمة فلا بأس، هكذا مسلمون فيما بينهم. هذا الأفضل. هل يكون